أقوم اليوم كأنه أي يوم ثاني، ألبس ثوبي وأتجهز للجامعة، أسوي لي فطور، بعدين أروح للجامعة. نواف هو طالب في جامعة الملك سعود السنة التحضيرية في المسار الصحي. طموحه أن يكمل دراسته الجامعية في تخصص الطب البشري، وحلمه التفوق في هذا المجال لإرضاء ربه ووالديه ونفع المجتمع. نواف مر في تجارب صعبة وضغوطات نفسية حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم، مما جعله يتأثر كثيرا باعتقاد الناس له. وهذه الحادثة هي التي غيرت نواف. مش قاعد تذاكر؟ انجليزي اختبار مربوع. ليش اليوم مربوع؟ شد حالي بالدرجات عشان اجيب درجاتك في الطب البشري. انت تدخل طب بشري؟ شايف معدلك ودرجاتك عشان تدخل طب بشري؟ كلام سهل. يا اخي حاسس نفسي ان مستواي مو بنفس مستوى طلاب الجامعيين، حاسس نفسي ان مستواي مو سامح لي اني اقدر ادخل طب. بس انت مستواك كويس، ما دخلت الجامعه الا وانت جايب درجات ودرجات مرتفعه، يعني لازم تكون طموح وما ما تسمع كلام الناس. ما تقدر يكون الشخص غير محفز، ما عنده أي إرادة إنه يقوم بالعمل المكلف به. أنا شخصيا ما مرت في جدول الإحباط، لكن في زملاء لي في الثانوي مروا بالإحباط وكان صعب عليهم يعدونها المرحلة اللي مروا فيها. أكثر شيء ممكن يساعدك إنك تطلع من جو الإحباط زملائك يحفزونك ويدعمونك. السلام عليكم. السلام. من رأيك ما هو الإحباط؟ الإحباط هو النظر إلى الأمور بشكل سلبي. كل ما نظر الإنسان إلى الأمور بشكل سلبي كل ما كان عنده الإحباط عالي جدا.
فيجب عليه أن ينظر إلى الأمور بشكل إيجابي عشان يبعد نفسه عن الإحباط. طيب وكيف يؤثر الإحباط في الطالب؟ جميل، سؤال جميل. طبعا تأثيره أنه حتى أهدافه في الحياة، مستقبله، نظريته في الحياة تختلف. مثلا أنا راسم هدفي أني أخش مثلا مجال الهندسة، لكني عندي إحباط بأن الهندسة صعبة جدا، فعلى ضوءها لا أستطيع أن أقدم مستواي بالشكل المطلوب عشان أوصل إلى مستوى عالي جدا في المعدل، وبالتالي إلى دخول إلى قسم الهندسة. كأكاديمي ماذا تستطيع تقديمه لحل مشكلة الإحباط لدى الطلاب؟ جميل. المفروض الإنسان أنه يحاول ينظر إلى تجربة من سبقوه. في بعض التجارب جميلة جدا كطلاب، كمدرسين، كموظفين، كيف أنهم تعدوا مجال الإحباط، كيف نظروا إلى الحياة بشكل إيجابي، كيف وصلوا إلى أمور كبيرة جدا في حياتهم العملية والعلمية من خلال معرفة الجوانب الإيجابية في المواضيع أو الهدف اللي هم يبغون يوصلون له، وبالتالي وصلوا له بشكل جميل وجيد وبكل كفاءة وبكل فاعلية وأقل مشاكل ومخاطر. يعطيك العافية أستاذ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلمتي للطلاب، نعتبرهم أبنائنا، فالمفروض دائما أي طالب له هدف معين يحاول أن ينظر له بشكل إيجابي، يحط بينه وبين نفسه مجال للتحدي. كل ما كان الإنسان ينظر بهالمنظور كل ما كان أكثر عطاء وأكثر إنتاجية، لكن لما ينظر للأشياء السلبية فحتما سوف يكون في إحباط في اللحظة الآن، حتى في مستقبلها القادم يكون عنده إحباط. إذن دائما أنظر إلى الأشياء اللي أنا أبغى أوصل لها والأشياء اللي أنا أطمح لها بشكل إيجابي، وأحاول أحط تحدي ما بيني وبين نفسي عشان أستطيع الوصول إلى ذلك.